الحمد لله على نعمة الإيمان وكفى بها نعمة والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله ومن اهتدى بهذه إلى يوم الدين تتعلق النفس أعزاء الكرماء دوما بمعالي الأمور وتنتظر دوما إلى نهاياتها وان كنا قد وقفنا على ما يتعلق بالجوانب النظريه في مفهوم بيان الايمان بالقضاء والقدر فانه يطيب لنا ان نختم الحديث عن هذا الركن الركين من اركان الايمان ببيان ثمراته ومتعلقاته ان حياه الناس جميعا انما هي تتحرك كما يحرك الماء العوده تتحرك وفق هذا الاطار إن بيان الثمرات إنما هي حركة للناس في حياتهم. ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر تكمن في كل شيء، وتتعلق بكل شيء في أمور الحياة. أول هذه الأشياء استكمال أركان الإيمان بالله. فالإيمان بالقضاء بالقضاء والقدر إنما هو إتمام للإيمان بالله الواحد الديان، كما قلنا لا يتحقق الإيمان إلا بالقضاء والقدر. أيضاً، من ثمرات الإيمان بالقدر أن العبد يحرص ويجتهد على العمل الصالح وعلى فعل كل ما ينفعه في دنياه وفي أخراه أيضا من ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر أن المؤمن بالقدر يعلم أن ما به من نعمة إنما هي من الله الواحد القهار وان ما وقع به من مكروه إنما هو من فعل ذاته فالله لا يريد لعباده شرا ابدا يبعثه الله تبارك وتعالى يبعثه ذلك على شكر الله تبارك وتعالى على ما انعم عليه وتكرم وعلى ما دفع عنه من الشر والنقم الله هو الذي يجلب لك النعم وهو الذي يدفع عنك النقم فعليك ان تشكره بهذا الايمان ايضا من ثمرات الايمان بالقضاء والقدر ان المؤمن بالقدر اذا اصابته ضراء فانه يصبر وان اصابته سراء فانه يشكر ان اصابته ضراء صبر واستسلم لله الواحد القهار ولا تلحقه الحسره والندامه على فعل لم يكن له امكان بالتدخل فيه لانه موقن ان ما اصابه لم يكن ليخطئه وما اخطاه لم يكن ليصيبه كما قال حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وان ما من تقدير لله تبارك وتعالى على عباده الا وفيه الخير لهم الا وفيه النفع لهم الا ومن ورائه حكم عظيمه تخفى على الكثيرين من عباد الله وانما تظهر لقله من البشر فعلى العباد الصالحين ان يترسموا هذا الطريق ايضا من ثمرات الايمان بالقضاء والقدر ان الايمان بالقدر وان كل شيء انما هو بمراد الله وبارادته يذهب اعجاب المرء بنفسه فاذا ما حصل للمرء شيء من ال نعم فلا عليه الا ان يقر برب القضاء والقدر عند حصول المراد وعند شهود نعمه الله عز وجل على عباده على العبد ان يقر وان يعترف بضعفه وعجزه وان ذلك انما هو صادر بعطاء الله وقدرته ايضا من ثمرات الايمان بالقضاء والقدر تحقيق التوكل على الله سبحانه وصدق الاعتماد عليه وتفويض الامر اليه مع القيام بالاسباب الصحيحه النافعه ولا يعتمد العبد على الاسباب نفسها وانما يعتمد على مسبب الاسباب بعد القيام بالاخذ بالاسباب فالاخذ بالاسباب لا يناقض التوكل على الله عز وجل ايضا من ثمرات الايمان بالقضاء والقدر ان الايمان يطرد القلق والتضجر عند فوات المراد الذي تهوى اليه النفس او حصول المكروه الذي لا تتوقعه النفس لان ذلك انما هو بقضاء الله سبحانه وهو خالق ما في السماوات والارض فيجعله من الصابرين المحتسبين عند الله عز وجل كذلك من ثمرات الايمان بالقضاء والقدر ان الايمان به اي بالقدر يورث للعبد راحه النفس وطمانينه القلب، لانه متى علم ان ذلك بقضاء الله وان المكروه كائن لا محاله ارتاحت نفسه واطمأنت نفسه واطمأنت سريرته وهدأ قلبه، لا احد اطيب عيشا ولا اريح نفسا واقوى طمانينه ممن امن بالقضاء والقدر، اذا بهذا المحرك الذاتي للانسان داخليه يعمر كون الله عز وجل وتتحقق الخلافه كما اراد ربنا ولا تتحقق الخلافه الا بالايمان بالقضاء والقدر كركن من اركان الايمان